اليوم درنا هذه الوقفه احتجاجيه، هي اول وقفه في واحد المشوار ديال الخطوات اللي غادي نطبقوا ان شاء الله. اولا على مشكل ديال تقليص عدد سنوات كليه الطب لست سنوات من بعد ما كانوا 7 سنوات، وعلى الضبابيه اللي نهجتها الوزارتين في التعامل ديالها مع هذه القضيه اللي كتهمنا احنا شخصيا، خصوصا انا طالب السنه الخامسه اللي مازال باقي لنا سنه باش نوصل للسنه السادسه، وما عارفينش شنو تابعنا، ما عارفينش كيفاش غيدوز كونكور ديال ريزيدانا، الكونكور ديال الانترنا، كيفاش غادي ندوزو للعام السادس اللي غادي نتيزيو فيه، وكل شيء اللي نورمالمون كانت عامين دابا جمعوها لينا في عام واحد، ومازال ما عارفينش كيفاش غادي تدوز. وثانيا هذه الوقفه فهي الاخ ديالنا اللي في وجده اللي كان وقع عليه مشكل مع أستاذة ديالهم اللي كانت دعاته على واحد البوست فيسبوك اللي كان دار، اللي هو ما توجهش لها كاع شخصيا، هو هضر على واحد الاكزامان اللي دوزوه ودعاته، خدا شهرين ديال السجن غير نافذة ودرهم ديال الغرامة، وهذا الشيء يمكن يطرى لأي واحد فينا وما يمكنش يقمعونا في التعبير عن حرية الرأي ديالنا، فهو هذا حق مشروع. بالنسبة لهذه الوقفة فهي وقفة إنذارية، هي لأنه احنا تنطالبوا دابا الوزارتين باش أنهم يقعدوا معنا في طاولة الحوار من بعد ما حاولنا معاهم بعدة مرات مع اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، اللي بقاو تيعطيوهم تيصيفطوا لهم بزاف ديال لي دوموند دوديونس اللي ما تحققت منهم حتى شي وحدة، ومازال ما وصلنا في هذا الموضوع حتى شي حاجة. دونك فهي وقفة إنذارية، وإذا اقتضى الحال راه نقدروا نبقاو نكثروا في هذه الوقفات ونقدروا كاع نمتنعوا على الدراسة كاع زعما في الإكستريم ديالنا. فالوقفة الاحتجاجية الإنذارية جات بتزامن مع الإضراب اللي علنات عليه اللجنة الوطنية لطلبة الطب المغرب، وهي وقفة متزامنة مع مجموعة الوقفات التي كاينه حاليا في مجموع الكليات الطب والصيدله بالمغرب، اللي منها كليه الطب والصيدله بعيون اللي قريب ان شاء الله انها تنضم لصفوف اللجنه الوطنيه. فالوقفه الاحتجاجيه جات اساسا على مع مجموع المكاتب اللي حاولنا اننا نعقدوا جمع عامه، نقوموا بمناظرات، نحاولوا نقدوا دي بروبوزيسيون اللي مشوا بها الوزاره، ونجلسوا في اجتماعات حضوريه مع الوزاره ونقدموا لهم مجموعه من الاقتراحات فيما يخص السلك الثالث تقليص سنوات الدراسة إلى 6 سنوات، لكن لحد الآن مازال ما توصلناش لشي نتيجة. فكما كنعرفوا خرج سي ان بي ان ديال السيزيام اني، مي لا تخوازيام سيكل ما خرجت فيه حتى شي حاجة، وحنا زعما من ديما كنقولوا لا للرأي العام ولا للطلبة أنه لن نقبل بتقليص عدد سنوات الدراسة بدون سلك ثالث مهيكل. يعرفوا الطلبة فين غاديين، يعرفوا الطلبة من بعد 6 سنوات ماذا بعد. حد الآن ما كنعرفوا إلا الشق البيداغوجي من المشروع اللي كيتعلق بالسنة السادسة، مي ما كنعرفوا الشق التطبيقي وكيفاش لا الوزارة ولا المستشفى الجامعي ولا مسؤولي وزارة الصحة غادي يمكن لهم أنهم يواكبوا هاد الشونجمون هذا، خاصة بعد الزيادة المهولة في أعداد الوافدين اللي كل عام كتزاد. وثانيا الشق ديال التضامن لا مشروط مع الزميل ديالنا في اللجنة الوطنية اللي تعرض للمساءلة القضائية من طرف الأستاذة ديالو بسبب منشور اللي انتقد فيه امتحان، وهذه زعما هي الصفة ديالو كممثل طلبة أنه يوصل صوت الطلبة وأنه ينتقد امتحان ما انتقدش الأستاذة، ما كانش شي تشهير ولا هذا. دونك الطلبة كلهم متضامنين معاه تضامن غير مشروط. يا أخي يا طالب يا زوكار في يدي يا تحقيق المطالب صمت صمت.